اليوم حديثنا عن ليبيا التي تشهد صراعا بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي بشاقة المعينة من قبل مجلس النواب في باريس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها وترفض تسليم السلطة وهي برئاسة عبد الحميد للبيبة. اليوم هي في خصومة ليبيا مع الجامعة العربية، فليبيا من المفترض أن تكون رئيس للدورة 158 لمجلس الجامعة سبتمبر الحالي. في ليبيا الآن حكومتان كلتاهما تتمسكان بأحقية التمثيل داخل جامعة الدول في القاهرة. الآن سيمثل ليبيا في رئاسة الدورة على المستوى الوزاري نجلة المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة عبد الحميد للدبيبة منتهية الولاية. على خلفية هذا الخبر، وجهت حكومة فتحي باشاقة المكلفة من مجلس النواب رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مطالبة بألا تتولى حكومة للدبيبة رئاسة الدورة، وأصدرت بياناً خاطبت فيه الجامعة العربية وقالت إن إجراءها يخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع ليبيا في أزمتها ومساعدتها في الحفاظ على وحدة أراضيها والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الليبي. حكومة باشاقة حذرت من أن هذه الخطوة ستشكك في نزاهة وشرعية الجلسات المنعقدة تحت رئاسة ما اعتبرته منتحلا صفة الشرعية. في إشارة هنا لرئاسة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة للدبيبة. حكومة للدبيبة ممثلة في وزارة الخارجية نجلاء المنقوش تمسكت بحقها القانوني في تمثيل ليبيا في المحافل الدولية، فهي الحكومة التي لا تزال تحظى باعتراف وإن كان بحكم الأمر الواقع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ميثاق الجامعة العربية لا يخول لها حق التدخل في الشأن الداخلي للدول الأعضاء، ولهذا فإن اعتراض حكومة باشاقة على تمثيل نجلاء المنقوش لليبيا في اجتماعات الجامعة سيمر على الأغلب من دون أي إجراء. طرف آخر تواصلنا معه هنا في قناة الحدث لمعرفة موقفه من الخلاف بين الحكومتين، ناجي مختار نائب رئيس المجلس الرئاسي للدولة الليبية، تحدث لنا عن موقف المجلس الرئاسي. هنا طالب من خلال قناة الحدث الجامعة العربية رسميا باتخاذ دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. هنا أذكر أن فبراير 2022 قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للحدث إن المنظمة الدولية تدعم الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا.